السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. فالمعنى أنك تحمد الله على أنك تسبحه، سبحان الله هذا فضل، فتحمد الله أن وفقك لتسبيحه، ما أجمل هذا، ما أجمله. لماذا؟ ربك سبحانه اصطفاك فأجرى على لسانك ذكره بأحب شيء يذكر به هذه الأذكار هذه. فأنت لما فطنت إلى هذه النعمة، ربك أيقظك إلى هذه النعمة وأنك تسبحه، أجرى أيضا وفقك إلى نعمة أخرى، وهي أن تشكره على أن وفقك لتسبيحه، وقد صرف عنه قوم كثيرين. أنت عندما جلست تقول سبحان الله وبحمده، أنت ربك اختارك ليسمع منك هذا الذكر وقد صرف عنه غيرك وما أراد أن يسمعه من غيرك، فأنت فطنت إلى ذلك فحمدت الله على هذا التوفيق، على هذه النعمة، على هذا الاصطفاء الذي اصطفاك مولاك. وها هنا شيء آخر، أنك عندما حمدت ربك على أن وفقك للتسبيح، هذه نعمة أخرى أيضا ولا لا؟ عندما تحمد ربك على نعمة أسدها إليك، فهذا الحمد نعمة أخرى تحتاج حمدا آخر فتحمد، وهذا الحمد الجديد أيضا نعمة ترجو حمدا، فأنت مدين لربك طول عمرك. وفي هذا يقول ذاك: إذا كان شكري نعمة الله نعمة له علي له في مثلها يجب الشكر. فمتى تبلغ تمام الشكر؟ فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتسع العمر؟